مراجعة ما يجب أن تتم للمحامي والمستشار القانوني سائد كراجة. يستهل الكاتب بقوله إن صحت التسريبات فقد جرت مراجعة تقييمية للتجربة الحزبية الأخيرة، وهذا أمر محمود ومطلوب ويجب أن تكون بالمقارنة مع الرؤى السياسية التي وضعت في تقرير اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. ويتابع الكاتب بمراجعة التجربة حتى الآن فقد صدر قانون الأحزاب والانتخاب اللذان رسما أن تكون الأحزاب البوابة الرئيسية للمشاركة السياسية بقيادة الشباب والمرأة، وبرأيه أنه على الأرض أخفقنا في تغيير النظرة السائدة في الحياة السياسية القائمة على النفعية واعتبار الحياة الحزبية طريقا للمنفعة الشخصية المباشرة، ولم ننجح في إعلاء مفهوم المصلحة العامة العليا في العمل العام. وينبه إلى أنه يقال في الغرف المغلقة أن هناك أعمال هندسة للفضاء الحزبي، كما يقال أن هناك أحزابا تدعمها الدولة وأحزابا أخرى تحاربها وتلاحقها. ويدعو الكاتب إلى ترك الساحة لنمو عضوي للحياة الحزبية وإعطاء فرص بناء الثقة في الأحزاب بناء على برامجها ونشاطها، وهو أمر ضروري لنجاح بناء فضاء حزبي فاعل. للحديث أكثر حول فكرة المقال نرحب بكاتب المقال المحامي والمستشار القانوني السيد سائد كراجة. أهلا بك أستاذ سائد. بداية نتحدث عن مقالك والذي تحدثت به عن الحياة السياسية والمشاركة الحزبية وغيرها، لماذا برأيك أخفقنا اليوم أستاذ سائد في تغيير النظرة حول الحياة السياسية القائمة على المنفعة الشخصية المباشرة؟ صباح الخير وشكرا للاستضافة. الحقيقة هي مش قضية إخفاق بمعنى انتهاء التجربة، هو عبارة عن رصد لما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه. القضية الأساسية أن التجربة الحزبية في الأردن منذ 56 إلى 89 كانت متوقفة، وهذا أمر معروف وله نتائجه على الحياة السياسية وعلى التجريف السياسي الذي حصل بالحياة السياسية، وهذا أمر يحتاج أن نستوعبه ونحن ننتقل إلى المئوية الثانية، مئوية المشاركة الحزبية وقيادة حكومات برلمانية حزبية. هذا الوعي بأن التغير يحتاج إلى بناء عضوي في مفهوم الحزب أنه ليس مؤسسة نفعية شخصية، بل هو يعلي المصلحة العامة. مفهوم المصلحة العامة هو الذي أخفقنا في طرحه في ممارسة الحياة السياسية في الأردن، وأعتقد أننا نحتاج كأحزاب وكمنظمات مجتمع مدني وكذلك كمؤسسات الدولة المسؤولة عن رعاية الأحزاب أن تؤسس وتساعد وتركز وتكرس مفهوم المصلحة العامة وليس المصلحة الشخصية النفعية المباشرة. هذا إرث حملناه فترة طويلة وعلينا أن نعيه فأولاً لكي نغيره في مفهوم الحياة الحزبية. نعم أستاذ سائد، كيف أثرت هندسة قانون الأحزاب والأحزاب الدائرة في فلكه على عدم نجاح الفكرة الحزبية والمبتغى من وجودها والفكرة الحزبية الأصيلة بالأساس؟ يعني العمل الحزبي عمل مدني تطوعي، عمل فردي، مبادرات ذاتية في تنظيم قانوني للمساهمة والمشاركة في صنع القرار في البرلمان. هذا العمل يحتاج إلى نمو عضوي، إلى أمان، إلى شعور بالأمان، وإلى شعور أساسي كما جاء في المقال أن الأحزاب هي مؤسسات وطنية وأن المعارضة أيضا مؤسسات وطنية طالما تلتزم بالدستور وتلتزم بالدولة المدنية كما نص عليها الدستور. بهذا المعنى يجب أن نترك لهذا البناء الحزبي أن يتغلغل بين الشباب والمرأة، وأن يكون التسابق للفكرة ولخدمة المواطن الأردني، لأن الأحزاب الأردنية تاريخيا مع الاحترام كانت أحزابا مهاجرة، كان أغلبها يقع في رؤاه وبرامجه خارج الأردن وخارج مصلحة المواطن المباشرة. هنا نتحدث أستاذ السائد عن تخوف الكثير من الأردنيين إلى هذه اللحظة من الانخراط في الأحزاب وانعكاس ذلك على الانتخابات المقبلة، الانتخابات البرلمانية المقبلة. يعني استبيانات الرأي تشير إلى يعني مسائل خطيرة، أن المهتمين بالأحزاب حوالي 1% من الأردنيين، وهذا أمر يجب أن نعيه، ولكن
أنا لا أحب القول أن هذه تجربة نهائية والأردن يمر في تجربة إما أن نكون أو لا نكون. أعتقد إحنا بلد له تاريخ وشعب له تاريخ في النضال وفي الحزبية في الأردن منذ العشرينات، ويجب أن نؤمن بأنفسنا، ولكن يجب أن نطلق العنان لبناء عضوي بين الرجال بين الشباب والمرأة، لبناء فكرة حزبية عضوية تنشأ وتتغلغل. الخوف ما زال موجودا، ويجب أن تعمل مؤسسات الدولة جميعا على معالجة هذه المسألة وعلى تكريس الطمأنينة وتكريس مفهوم الحزب كمؤسسة وطنية لبناء وطني مطلوب لقضايا المشاركة في الحكم وفي البرلمان وفي الحكومات في البرلمان. أستاذ سعد، ذكرت في المقال بأن هناك من يقول بأن الدولة تدعم أحزاب مقابل ملاحقة أحزاب أخرى، إن صح هذا الكلام ما تأثير ذلك على المزاج السياسي العام؟ طبعا هذا يقال في الغرف المغلقة، والغرف المغلقة في الأردن غرف مفتوحة، يعني هذا تقريبا معلومات عامة، ولكن الأساس أن نركز على فكرة أن طبعا هذا يكرس الخوف ويجب أن نمنع، ولكن أيضا هنالك أفعال على الأرض تبين أن هناك حالة حزبية تنشأ، لدينا ملاحظاتنا عليها، ولكن لا نستطيع أن ننكرها، لا نستطيع أن ننكر على البلد وجود الآن 26 حزب مرخص، إن شاء الله أن يتقلصوا لعدد أقل ومركز، وأن يصير عملية تجمعات للأحزاب المتشابهة، لكن علينا أن نفهم أن تاريخا من الخوف من الأحزاب والتخويف منها يجب أن يراجع وأن يكرس عكسه، بمعنى خلق الطمأنينة وخلق أن الأحزاب ليست مؤسسات غير وطنية، وأن الحزبيون هم أشخاص وطنيون، وأن المعارضة أمر وطني وضروري في البرلمان تماما كما الموالاة أو كما حكومات الظل. ولذلك المفهوم يجب أن يكرس على عكس التاريخ بتكريس الكثير من الثقة والطمأنينة الناس والشباب خصوصا بالانتماء إلى الأحزاب. نعم، شكرا جزيلا المحامي والمستشار القانوني السيد سعد كراجة، شكرا جزيلا لك.